أنت ماسونية؟ ست فجر وين هي؟ أبي أتعرف عليها، أنا ما أعرف شنو الماسونية. هل أنت ماسونية؟ أنا كويتية مسلمة، بالنسبة لي الله الوطن ثم الأمير. هل أنت من مؤيدي السلام؟ حزبي هو حزب الصباح. أوكي، وهل أنت من مؤيدي السلام مع إسرائيل؟ أكيد أكيد، أنا قلت في آخر يوم في 2018 أن أتمنى سنة 2019 أن تدخل علينا في سلام مع إسرائيل، وشرحت وجهة نظري آلاف المرات أن إحنا جربنا الحرب معاهم ولم نكسب. أستاذي الغالي، هل تعتقد أن هناك قوة عربية تستطيع هزيمة إسرائيل حاليا؟ طيب، وانطلاقا من هون، هل لا بتعتبري اليهود أو الإسرائيليين بمثابة أولاد عم؟ هالأمر ما بيثير برأيك أما أولاد عمنا وأولاد عمكم أنتوا بعد. مين نحن؟ لا، المسيحيين. هون عم تحكي على الصعيد الديني؟ طبعا، لأن إحنا أولاد إسماعيل، وهم أولاد إسحاق، وأنتوا أولاد عيسى ابن مريم، وكلنا نرجع إلى النسب الإبراهيمي. إيه، بس هذا القول، يعني بتعرفي الصراع العربي الإسرائيلي يعني من سنة 48 وما قبل، برأيك هذا القول ما بيثير حساسية عند العرب وعند المسلمين؟ حبيبي، اعتبر أنت عندك ابن عم مجرم وقليل أدب وقتال وصايدين بقضية مخدرات ومسجون، حدا جاء قال لك فلان ابن عمك، حتقول له لا ما أعرفه؟ ابن عمي بعد شو أسوي يعني، حتى لو كان سيء يعني ابن عمي. إيه، بس ضروري تقولي أمام الملأ يا ابن عمي، ما دامه مجرم وما دامه معتدي وما دامه مغتصب. هو شو يقول؟ انت ما تعرف السؤال كان على شنو اساسا. نعم، انا كنت اقول ان انا بعد دعوه الرئيس الفلسطيني لي مرتين لزياره فلسطين، طلبت ازور مره ثالثه لاني حبيت البلد. قدموا أوراقي مكتب الرئيس الفلسطيني وتم رفض دخولي من السلطات الإسرائيلية. نعم. لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع مرات تحديدا يتم رفض دون إبداء أسباب. فلما كتبت هالكلام رد علي هذا إيدي كوهين، قال لي أنت ممكن تدخلين حياك الله عن طريق مطار بن غوريون. قلت له أنا إن دخلت لن أدخل إلا عن طريق جسر الملك حسين. هل هذا تطبيع تسميه أنت؟ لا، بس أنا عم بحكي عن العبارة، يعني لأنه العبارة هي أصل ابن عمي. إيه؟ ابن عمك لو أن قاتل قتله، هو ابن عمك بعد شو تسوي؟ بعدين أنا جاية أحمل رسالة سلام، ما أطبعها، ولكن أنا أرددها أطالب فيها، فباب أولى أحسن ألفاظي في التعامل. يعني أنا ما أقول يا مجرم أبي سلام معك، أبي أحاول أقرب بس ما يجمعنا علشان فعلا نبني السلام.